هنأ حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة بيوم الشهيد. وقال الحزب إن يوم الشهيد يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لجنود مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل، والذين أضافوا إلى سجل الوطنية المصرية صفحات المجد والكرامة يعتز بها أبناء مصر جيلا بعد جيل. وتاريخ مصر مزدهر ومشرف بعلامات البطولة والفداء والتضحية على مر العصور. وأشار الحزب إلى أن 9 مارس عام 1969 كان يوما حاسما في تاريخ العسكرية المصرية، خاصة بالنسبة للصراع العربي الإسرائيلي واستشهاد الفريق عبد المنعم رياض الذي كان دائما في الصفوف الأمامية.